نستمع مشاهدينا الكرام الى الكابتن احمد حساب مدرب فريق الاسماعيلي مع زميلي العزيز شريف عادل. بجد التحيه بيك الزميل العزيز كابتن تامر صقر. كابتن احمد حسام مدرب نادي الاسماعيلي. كابتن احمد، يعني في البدايه نقطه النهارده امام طلع الجيش، فوزين متتاليين في مباراتين، يعني 7 نقط من اخر 3 مباريات، معدل بالنسبه لنادي الاسماعيلي ماشي بمشهد ايجابي. عايز تقول ايه عن الماتش النهارده بشكل عام؟ والله طبعا بقول الحمد لله على التعادل النهارده والمكسب المباراتين اللي فاتوا. يمكن كنا بنتمنى المكسب النهارده عشان نكمل سلسله الانتصارات الاخرانيه، ولكن بنقول الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال. اللي جاي يا كابتن، وبادئين الموسم كانت في الاجواء ما كانتش، كانت صعبه جدا، ايقاف قيد، ومرت بمراحل كثيره، ولكن الناس بدات تستريح. الاسماعيلي بعد بعض الشيء عن دايره الهروب من دوامه الهبوط، تفكروا في ازاي في المرحله اللي جايه بشكل عام؟ والله طبعا هم المكسبين اللي فاتوا طبعا ريحونا الى حد ما شريف، وشالوا الضغوط من على اللعيبه. يمكن النهارده تحس ان في تحسن في الاداء، اللعيبه بتلعب باريحيه شويه عن المباريات اللي فاتت. يعني كل ما نبعد عن المنطقه اللي تحت دي ونروح لمنطقه فوق هتلاقي الاداء بيتحسن بشكل اكتر، ونتمنى ان النتائج كمان تبقى ايجابيه بشكل اكبر. يعني زي ما قلت لك النهارده يمكن احنا طالعين زعلانين، لان يعني احنا حاسين ان مكسب كان في المتناول وضيعناه. يعني المباراه اللي جايه امام متصدر المسابقه طبعا بيراميدز، طبعا في استاد الاسماعيليه، وبعديها مباراه البنك الاهلي وفتره توقف. اكيد المباراه اللي جايه حسابات مختلفه بالنسبه لكم فيها، زي اي مباراه بتسعوا للمكسب، ولكن امام المتصدر يبقى الوضع اكيد مختلف. اكيد هي يعني مباراه هتبقى مهمه بالنسبه لنا، واكيد هنحضر لها من بكره ان شاء الله. بنلعب فرقه محترمه، وزي ما انت بتقول ماشيه بشكل كويس، يمكن 6-7 انتصارات متتاليه، فهم يعني مركزين بشكل كويس، فان شاء الله هنستعد بشكل جيد وهنتحضر ان شاء الله، وربنا يوفقنا باذن الله. رسالتك الاخيره، رسالتك لجماهير نادي الاسماعيلي. والله يعني انا بشكرهم على المسانده الفتره اللي فاتت، هم يعني ساندونا بشكل كبير، وبتمنى منهم ان هم يستمروا في المسانده دي، لان هم الدعم الاول لينا ان شاء الله. ربنا يخليك، متشكر يا شريف. شكرا. ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد حسام مدرب النادي الاسماعيلي.